ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا هل بدأت الأسواق بتسعير معدل فائدة جديد متوقع من الفيدرال الأمريكي، وماذا عن توقعات هذا الأسبوع في ظل البيانات المتوقعة سركيس؟ صباح الخير. بالفعل الأسواق المالية حاليا أصبحت أكثر اقتناعا بأن الاحتياط الفيدرال الأمريكي قد تصل مستويات الفائدة لديه في نطاق حول 3% إلى 3.5%. سابقا كان يعتقد بأن الفيدرال الأمريكي قد يرفع الفائدة لأكثر من ذلك، لكن الأسواق المالية حاليا سعرت رفع الفائدة بهذا المقدار، خصوصا بعد صدور بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي أثبتت بأن أكبر اقتصاد في العالم آخذ بالتباطؤ بحسب مؤشرات مديري المشتريات التي انخفضت لكل من قطاع الصناعات التحويلية وكذلك قطاع الخدمات. وهذه البيانات تظهر بأن اقتصاد الولايات المتحدة قد لا يحتمل رفع الفائدة بشكل أكبر من 3 إلى 3.5% مع نهاية هذه السنة، لكن هنالك ما زالت توقعات بأن يلجأ الاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس الشهر المقبل، وهذا مع بقاء التضخم مرتفع جدا، لكن لاحقا قد يتباطأ نوعا ما الفيدرالي الأمريكي في رفعه للفائدة. بالنسبة لهذا الأسبوع نحن بانتظار العديد من البيانات الاقتصادية بالفعل، لكن ما يهمني هو اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى، إلى جانب تصريحات من كل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بيلي رئيس بنك إنجلترا المركزي، وكذلك جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقدمون تصريحات جديدة هذا الأسبوع قد يكون لها أيضا تأثير على الدولار الأمريكي وأسواق العملات بشكل عام. نعم سركيس، المنطقة الأوروبية أيضا لاحظنا حالة التذبذب التي يمر فيها اليورو ويستفيد قليلا، يعني بعد تسجيل الدولار أول خسارة أسبوعيا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية استفاد قليلا اليورو، هل نتوقع أيضا حالة من الارتفاع لو كانت قليلة لأداء اليورو خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ بالفعل كما تفضلت، إذا شهدنا ارتفاعات فعلى الأرجح ستكون ارتفاعات طفيفة ضمن عمليات تسعير. البنك المركزي الأوروبي غير لهجته تجاه الفوائد مؤخرا، وهذا يعني بأن البنك المركزي الأوروبي ربما سيرفع معدل الفائدة الشهر المقبل بمقدار طفيف مقداره 25 نقطة أساس فقط، بينما الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة أكثر. بنك إنجلترا المركزي رفع الفائدة بأكثر مما قام به أيضا البنك المركزي الأوروبي. بالتالي الارتفاعات في اليورو هي عبارة عن إعادة تسعير لوقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود، هذا سابقا كنا نتوقع أن يقع اقتصاد منطقة اليورو فقط في الركود بفعل التوترات الجيوسياسية، لكن الآن أصبح من المرجح أيضا أن نشهد ركودا في الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما خفف الضغط على اليورو وجعله يرتفع من مستويات وصلها هذا الشهر إلى دولار وثلاث سنتات إلى دولار وخمسة سنتات أمريكية التي أغلق الأسبوع الماضي عندها، لكن كما نرى بأن الارتفاعات محدودة وقد تبقى أيضا محدودة هذا الأسبوع، لكن في أي لحظة من المرجح لليورو أن يعاود انخفاضه من جديد عند صدور أي بيانات اقتصادية تثبت الضغط على منطقة اليورو. نعم، ولاحظنا خلال أيضا سركيس خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحديدا للين الياباني الذي استفاد في حالة من حالة التذبذب التي قد كان تعرض لها مؤشر الدولار، هل تتوقع أيضا فيما يتعلق بالين الياباني استمرار في صدارة العملات الرابحة؟ الآن بالنسبة للدولار أمام الين، نعم هو في صدارة الأزواج الرابحة بالنسبة لتداولات هذه السنة. الين الياباني ضعيف جدا مما يعطي القدرة للدولار الأمريكي على البقاء مرتفع أمام الين الياباني في ظل تباين كبير في سياسات بنك اليابان المركزي والاحتياط الفيدرالي الأمريكي. اليابان محتفظة بأسعار فائدة عند السالب 0.21%، وهذا من المتوقع أن يستمر طوال هذه السنة. يجب أن نأخذ أيضا موضوع آخر بعين الاعتبار أصبح ضاغطا على الين الياباني، وهو بعض الارتفاع الذي تشهده أسواق الأسهم ساهم أيضا في الضغط على الين الياباني، فالين الياباني يتم بيعه من أجل التوجه لأصول مرتفعة العائد مثل أسواق الأسهم. بالتالي الين الياباني ربما سيبقى ضعيف مما قد يبقي على الدولار مقابل الين ضمن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية خلال الفترة المقبلة، إلا إذا ثبت
بأن الحكومة اليابانية أو بنك اليابان المركزي توجهوا لتدخل مباشر في الأسواق، وهذا أصبح الآن غير مستبعد في ظل الانخفاضات الكبيرة التي يتعرض لها الين الياباني. نعم سلكيس، بالحديث أيضا عن اختلاف سياسات البنوك المركزية، المركزي التركي يعني قام بعدة تحركات وقرارات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذا لاحظنا تحرك الليرة التركية، إلى أي مدى تضررت الليرة التركية من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟ الآن بالنسبة لليرة التركية شهدت أخيرا أول أسبوع من الارتفاع، لكن لا أستطيع أن أقول بأن الارتفاع الذي حصل الأسبوع الماضي هو ارتفاع حقيقي، إن الليرة التركية ما زالت تتداول عند 17 ليرة لكل دولار أمريكي واحد. قام البنك المركزي التركي باتخاذ قرار بتثبيت الفائدة عند 14%، لكن ماذا حصل أيضا؟ ارتفع معدل التضخم إلى 73%. هذا الارتفاع الهائل في التضخم دفع بثقة المستهلكين بحسب بيانات رسمية صدرت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. بالتالي نلاحظ بأن الليرة التركية رغم ارتفاعها الأسبوع الماضي بحوالي 2.6%، لكن هذا الارتفاع يبقى محدود وقد يبقى أيضا الفترة المقبلة محدود في ظل المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها حاليا في تركيا. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.